بيع كليتك وجهز محفظتك يا معلم، لان شهر سبتمبر مليان العاب جديده. في الفيديو دوت هقدم لكم قايمه باهم الالعاب اللي هتنزل في شهر سبتمبر من وجهه نظري. وننطلق في القايمه مع لعبه The Medium، لعبه الاثاره والتشويق النفسي اللي هتنزل على البلاي ستيشن 5 في 3 سبتمبر. اللعبه دي طبعا كانت نزلت على الاكس بوكس في بدايه هذا العام وعملت لها مراجعه. لو حابين تاخدوا فكره عن اللعبه هحط اللينك بتاع الفيديو دوت في الديسكربشن. محبي ألعاب الميترويد فينيا ليهم موعد مع فيست المقرر لها النزول في 7 سبتمبر على البي سي والبلاي ستيشن 4 وطبعا البلاي ستيشن 5. أنا شديدني جدا طريقة الرسم والفكرة العامة من اللعبة هي أنك تلعب بأرنب وصاد روبوتات. اللعبة أنا متوقع لها أنها تكون على مستوى كويس ومن الحاجات اللي أنا منتظرها، وإن شاء الله هجربها في وقت ما على الأقل هذا العام. في 7 سبتمبر ايضا مقرر نزول لعبه سونيك كولرز التيميت، وهي تعتبر اعاده اصدار للعبه الاصليه. اللعبه هتنزل على البي سي والسويتش وجميع منصات بلاي ستيشن واكس بوكس. اللعبه رائعه جدا يا جماعه، اللي ما لعبش اللعبه الاصليه ارجح جدا جدا ان هو يلعبها. دي مش من لعب سونيك التعبانه ابدا، ديت لعبه رائعه وهايله وتستحق انك تلعبها وتشتريها لو ما لعبتهاش قبل كده. سلسلة Life is Strange هترجع لنا تاني في Life is Strange True Colors، ودي طبعا سلسلة القصص التفاعلية. اللعبة مقرر لها النزول في 10 سبتمبر على البي سي وجميع منصات بلاي ستيشن والاكس بوكس وكذلك النينتندو سويتش. ولمحبين ألعاب الباسكتبول ليهم موعد مع NBA 2K22 المقرر لها النزول في 10 سبتمبر أيضا على البي سي والنينتندو سويتش وجميع منصات البلاي ستيشن والاكس بوكس. بدون شك دايما جودة ألعاب NBA 2K بتبقى كويسة، وما ظنش ان السنة دي هتبقى استثناء. في 10 سبتمبر برضو الناس اللي بتحب الهرتلة والتهييس تجمع، لان ووريو وير جات توجذر مقرر لها النزول طبعا حصريا على النينتندو سويتش. ووريو وير تعتبر تجميعة ألعاب صغيرة ولكن يعني ألعاب في غاية الجنان. ديت من الألعاب اللي انا مقرر شرائها واكيد هعمل لها مراجعة هنا على القناة ان شاء الله. ولان الضرب في الميت مش حرام في عالم الفيديو جيمز، فداث لوب هتنزل بعد ووريو وير باربع ايام في 14 سبتمبر على البي سي والبلاي ستيشن 5. ديت طبعا لعبه اكشن وتصويب من منظور الشخص الاول، ويعني قرفونا بالكلام عنها، اخيرا هنلعبها وانا متوقع لها انها تكون لعبه رائعه. وعلشان نكمل التفليسة، فإيست وورد مقرر لها النزول في 16 سبتمبر على البي سي وكذلك على نينتندو سويتش. ديت لعبة مغامرات واخدة ستايل البيكسل ارت، وبالمناسبة اللي عملها هو برضو نفس اللي عمل العظيمة ستاردو فالي. ديت برضو من الالعاب اللي انا متحمس جدا جدا ليها وهعمل لها مراجعة هنا على القناة ان شاء الله. أراجامي 2 الجزء الثاني من اللعبة العظيمة أراجامي مقرر لها النزول في 17 سبتمبر على البي سي والاكس بوكس والبلاي ستيشن. ديت طبعا لعبة مش اكشن لكن لعبة تسلل وخفاء، انا اظن انها تبقى على مستوى عالي جدا. الجزء الاول بالفعل كان كويس، واللي احنا شفناه من اللعبة ديت في التريلرز والجيم بلاي تريلرز كذلك بيوضح انها غالبا هتكون على مستوى اعلى كمان. بعد طول انتظار وتأجيلات، فلعبة كينا هتنزل يوم 21 سبتمبر على البلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 5. ديت لعبة مغامرات في إطار ممكن نقول ان هو واخد شكل فانتسي شوية، في ساحر في حاجات عجيبة. انا متحمس جدا للعبة ديت من غير ما اعرف كتير عنها، فاتمنى انها ما تكونش مقلب ان شاء الله. برضو هنعمل لها مراجعة هنا على القناة. واخيرا هنرجع بالزمن للتسعينات ولكن في شكل عصري مع ديابلو 2. اللعبة مقرر لها النزول على البي سي والنينتندو سويتش وجميع منصات البلاي ستيشن والاكس بوكس في 23 سبتمبر. انا متحمس جدا جدا لديابلو 2، وان كنت هنتظر عليها شوية لان انا مقرر ان انا ان شاء الله هلعبها على جهاز النينتندو سويتش اوليد اللي هينزل في شهر اكتوبر. قبل ما نختم الفيديو جدير بالذكر على عجالة ان لعبة Death Stranding هيتعمل لها يعتبر اعادة اصدار على البلاي ستيشن 5 في 24 سبتمبر. هي نفس اللعبة ولكن مع بعض الاضافات الكبيرة اللي ممكن تغير من ستايل اللعبة، فبصوا بص عليها لو انتوا كنتوا متوجسين منها وقت اصدار. وبكده نبقى خلصنا القايمة بتاعت الشهر ده. اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بالفيديو. قولوا لي في التعليقات انهو لعبة من اللي انا عرضتهم دول انتم متحمسين ليها ومقررين شرائها، ولو في حاجة نسيتها برضو ياريت تكتبولنا عنها. ولو عجبكم الفيديو يا جماعة ياريت تعملوا عليه لايك، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة ياريت تعملوا سبسكرايب عشان تتابعوا محتوى قناة مانجا 64 اول باول، ونشوفكم على خير الفيديو الجاي.